السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده مش موجه للطلابي بس، الفيديو ده موجه لكل الطلبة اللي في كليات نظرية، وفي نفس الوقت الرسالة دي لازم توصل للسيد وزير التعليم العالي. السيناريو واضح بعد البيان النهاردة ان انت هتمتحن، وواضح انك عشان تبقى فاهم اللي تشتغل عليه من دلوقتي عشان تنجز وقت. اكبر ويت هيكون موجود في الامتحانات هو الويت اللي اتشرح لك اوريدي في المحاضرات قبل الازمه دي ما تحصل. المحاضرات هتفضل تنزل لك اونلاين، اجلا ام عاجلا الازمه دي هتخلص وهتمتحن. هتمتحن ازاي؟ التصور اعتقد اللي موضوع انك هتمتحن في لجان معقمه زي ما هيحصل مع الثانويه العامه. الميد تيرم بنسبه كبيره جدا واضح انه مش هيبقى موجود، عشان كده ابدا اهل نفسك للفاينل. طب انا اهل نفسي ازاي؟ انا كطالب دلوقتي انا مش فاهم حاجه، انا مش عارف حاجه، مش عارف اذا كان انا كنت جوه المحاضره ومش فاهم ايه موضوع النت وايه موضوع الاونلاين. اولا انت عشان تبدا تواكب الموضوع اللي هيحصل لازم الموضوع يبدا حوكمته كده من اول العميد بتاع الكليه والدكاتره اللي هتبدا تنزل فيديوهات، فياريت الرساله دي تبقى واصله لهم وتبقى واضحه جدا ليهم. لازم المحاضرة اللي حضرتك هتنزلها وهتترفع على النت تكون باوربوينت او تكون ملف بي دي اف. الصوت اللي انت هتركبه على المحاضرة دي لازم يبقى ماشي بالظبط مع الكلام اللي حضرتك بتقوله عشان الطالب ما يتوهش طبعا منك. لازم تبقى كلامك في الشرح محدد، ابوس ايدك ابوس ايدك، بلاش التركات بلاش الحركات، انت خلاص يعني احنا في نهاية العالم يعني ممكن تموت. فمن الاخر كده لازم نعمل لاخرتنا عشان الناس تدعي لنا، مش وقت خالص ان انا ازرع تركه للطالب في محاضره اونلاين هو اصلا مش فاهم حاجه فيها. الحاجه الثانيه لازم المحاضرات تبقى نازله بجدول زمني، يعني ما نلاقيش ماده نازل لها خمس ست فيديوهات هوب اونلاين، محاضره السادسه المحاضره السابعه المحاضره الثامنه، وماده ثانيه احنا مش عارفين اصلا هي اختفت راحت فين، فين الدكتور بتاعها. وده دور المدرس المساعد المفروض يعمله مع الدكتور بتاع المادة لو الدكتور مش قادر ان هو يواكب الفكر بتاع الاونلاين. احنا عايزين منهج محدد يبقى الطالب عارفه من دلوقتي. احنا عايزين محاضرة ما تكونش المدة بتاعتها طويلة. احنا عاوزين منهج يعرف الطالب يأهل نفسه من دلوقتي، لان كده كده الطالب بنسبة كبيرة ما كانش بيعتمد على المحاضرة دي، بس هو دلوقتي عايز يعرف السيلبس اللي هيمتحن فيه فين، الماتيريال بتاعتي ايه. فارجوك ارجوك الدكتور اللي هيبقى مسؤول عن حاجه زي دي يديله ماده علميه واضحه يعرف يشتغل عليها. الحاجه الثانيه اللي احنا عايزينها شكل الامتحان تبقى محدده لنا من دلوقتي، يعني من دلوقتي الطالب ده اللي قاعد بيذاكر مأهل نفسه لامتحان مالتيبل تشويسز وترو اور فولس وماتشنج، ولا انت ممكن الازمه تخلص وخلاص ننسى ان ربنا ممكن ياخدنا في اي لحظه، تبدا بقى ايه بعد ما الطالب يعيش الفتره دي كلها تقوم جاي مديله على دماغه امتحان مانيوال في الاخر. لازم من دلوقتي الدكتور والعميد يبقى قايل للدكتور يحدد الازمه استمرت، الازمه خلصت، الامتحان اونلاين، الامتحان في لجنه. لازم من دلوقتي الطالب يبقى عارف هيتسال ازاي في كل ماده، دي الامر ده لازم يبقى منتهي فيها. الحاجة التانية بقى ودي رسالة لازم أوجهها للإخوة المعيدين، الإخوة الأساتذة المساعدين، الإخوة مدرسين الكورسات والسنترز زي حالاتي كده، خلاص الفلوس مش هتعمل حاجة، ممكن تلم فلوس كتير قوي مش هتلاقي تتعالج بيها، خلاص عملنا فلوس بتكسب وبنكسب، فالوقت دلوقتي وقت إن احنا نقف مع الولاد دي، فعلا لازم نقف مع الولاد دي، تقف مع الولاد دي بأي طريقة أنت شايفها. الطريقة الأمثل هي برضو نفس التواصل، بس أنت هتعرف إزاي رسالتي واضحة لكل الناس اللي بتدرس كورسات وبتدي حاجات برايفت زي كده، هم عارفين هيوصلوا المعلومة للطالب إزاي. في نسبة كبيرة جدا من الطلبة كانت بتعتمد على الريكوردات بتاعتنا، لازم تسهل لهم الموضوع، مش عشان ما بقاش فيها فلوس خلاص نسيب الناس. وأنا بدعو كل الناس اللي موجودة إنها تبدأ من النهاردة، جيب المنهج من أوله، شوف تاني جيب المنهج من أوله وساعد الناس وحدد الأمور تمشي إزاي لكل طالب من دلوقتي. هيقعد لنا في عيالنا الكلام ده، خلاص ربنا يحفظ مصر إن شاء الله، وإن شاء الله ندخل رمضان ونتسحر ونصلي التراويح كلنا بخير، وأتمنى الكلام ده الوزير نفسه يكون عنده
تعليمات واضحة للدكاترة إنها تنجز المهمة دي بالشكل اللي ما يعوقش الطالب وما يأثرش عليه نفسيا، لأن في ناس كتير قوي مرتبة حياتها إنها هتتخرج السنة دي. نشوفكوا على خير.